معي على الهاتف للتعليق على مشاركة الكويت والعمل العربي المشترك محمد صالح الزويف، سفير الكويت الشقيق بالقاهرة. أهلا سعادة السفير. أهلا وسهلا ومساء الخير، وتحياتي للجميع، وأتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وللجيش المصري والأمة العربية بالذكرى 45 لحرب أكتوبر المجيدة. سعادة السفير، يعني الكويت شاركت في هذه الحرب زي دول كتير ما شاركت، لكن الأجيال الحالية والأجيال الحديثة ربما لا تعرف الكثير عن العمل العربي المشترك، عن هذه عن هذا النبل العربي في هذا التوقيت، يعني إطلالة على مشاركة الكويت وكلمة للأمة العربية التي ما أحوجها إلى كلمة سواء الآن. في الحقيقة أن مشاركة الكويت في حرب 73 لم تأتي من يعني فراغ، وإنما ترجمنا القول بالفعل، فأرسلنا قوة عسكرية وصلت إلى الأراضي المصرية قبل حرب 67، قبل أيام من حرب 67. أرسلنا قوة كما أنت ذكرت في البداية، قوة من القوات المسلحة وخمس طائرات وطائرتي نقل هيركوليز، وتواجدوا وحصل ما حصل آنذاك، وانسحبوا مع بقية القوات في حرب 67، واستمر وجودهم لما بعد 67، وشاركوا في حرب الاستنزاف، ومن ثم شاركوا بقوة وفعالية في حرب أكتوبر المجيدة 73، وسقط منهم حوالي أكثر من 40 شهيد. القوة الكويتية هي كانت القوة العربية الأولى التي تواجدت على الأراضي المصرية. كما أنت ذكرت وأزيدك، أن الكويت قدمت ثلث عدد جيشها سواء في الجبهة المصرية أو في الجبهة السورية مشاركة منها. في الحقيقة أنه أدق وصف لحرب أكتوبر هي ملحمة عربية مشتركة أطاحت بالتفوق الإسرائيلي والأنجهية الإسرائيلية التي يعني كانت تتباهى بها قبل هذا التاريخ. حرب أكتوبر ستظل ذكرى خالدة في وجدان وعقول الأمة العربية، فهي عادة الكرامة لنا وعادة الأرض لنا، ويحق لنا جميعا مصريين وعرب أن نفتخر بهذا النصر العظيم الذي حققه أبطال قواتنا المسلحة المشتركة، ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل استرداد الكرامة والأرض العربية. ودعائي للمولى العلي القدير أن يرحم شهدائنا، كما أني أدعو جيلنا العربي، شبابنا العربي الحالي، أن يستذكر وبكل فخر واعتزاز ما قام بهم أسلافهم أبائهم وأجدادهم من هذه التضحية. صحيح. من هذه التضحية العظيمة التي يعني يشعرون بها الآن وأرضهم محررة. كما أني أنا شخصيا شاركت لما كنت في تدرجي الدبلوماسي في حفل رفع علم مصر على طابة، وشعرت بالفخر الشديد عندما أرى أرضنا جميعها بيدنا ومحررة ونتطلع إلى تنميتها. الكويت لم يقف موقفها فقط في الجانب العسكري، وإنما امتد إلى الجانب الاقتصادي، فقد شاركت مع أشقاء العرب في حظر البترول عن الدول الداعمة. صحيح. لإسرائيل، وأنتم تذكرون أن المناخ العام الذي خلقته حرب أكتوبر أعاد اللحمة العربية، أعاد التعاون العربي الذي يعني كنا نتطلع له، وما أحوجنا له. سعادة السفير، أنا فعلا يعني ما أحوجنا إلى هذا النصر، إلى استدعاء هذا النصر، إلى نشر تفاصيل ما جرى من ملحمة كما تفضلت سيادتك. أنا بشكرك جدا سعادة السفير محمد صالح الزويف، سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة.